احنا جينا هنايا للدوره اللي نعقدها من مدينه الدار البيضاء حول حط واحد النقطه 24. هذه النقطه 24 اللي كتقول تثمين وتاهيل السوق المركزي وانتداب شركه لا على اساس بانهم اللي غادي يتكلفوا بهذا المشروع ديال مارشي سونترال. حنا كتجار لا علم لنا ما يراج في هذه الاتفاقيات. ثانيا ما يمكنش غادي دير شي ممارسه مع شي شركات وحنا تجار ما خوارناش. احنا يعني نفس الشركه اللي كانت 2019 هي اللي جات 2024. كانت 2019 مليار و600 مليون، كان جو 24 6 ديال المليار. وحنا شنو كانت 2019 هو انتداب وتأهيل ديال السوق المركزي 2019، ما بالك بأن 24 هو تأهيل وتثمين السوق المركزي، يعني 2019 تثمين وتأهيل و24 تأهيل وتثمين ديال السوق المركزي. يعني شنو الهدف منهم؟ نفسهم نفس العناوين كتبقى. حنا هاد الناس هادو اللي كنشوفهم هنايا ماشي هنايا غادي يجيو التأهيل والتمين ديال 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 السوق المركزي، هادو جايين على اساس باغيين يزيدوا مقاهي ومطاعم فوق السطح ديال السوق المركزي. هذا هو الهدف المجيء ديالهم تقريبا 6 ديال المليار. حنا عندنا لتحت كنا 53 مقهى. علاش ما نتمنوش ناهلوا هاد المقاهي هاد؟ ثانيا مارشي سونترال متنفس ديال البيضاويين. ثالثا راه حنا هو المعلمه التاريخيه السوق المركزي، وتا شي واحد ما خدا بعين الاعتبار لا هاد المعلمه لا هاد المواقف اللي في السوق المركزي. حنا الهدف من هذا الشيء كامل هو حنا بغينا على اساس فتح حوار معنا حنايا باش نعرفوا مصير ديال التاجر داخل السوق المركزي. هذا هو الهدف من هذا اللقاء. لا بنوا المقاهي، كاين 53 مقهى داخل السوق المركزي، وهاد الناس باغيين يبنوا مقاهي وباغيين يبنيوا مطاعم، دونك ما غادي يبقاش مارشي سونترال بان معلمه تاريخيه غادي يولي غاسترونوميك. هذا هو المفهوم اللي بغاو يوصلوا ليه ديال يعني ما عارفينش في الحوار معنا. واش ندير انتداب شركه واش غادي تقبل التجار ولا غادي يجي تجار اخرين؟ الله اعلم. ما كاينش واحد اللي حط لنا هذه النقاط على الحروف ونتفاهموا فيها. السيده العمده راه شتي في الحوار ديالها كتقول شنو كاين، هي كتشوف الاطراف الاخرين، ما كتشوفش حنايا كتجار. هنا لا العمده ولا وهذا الشيء كامل. حنا طلبنا لقاءات، مع المسؤولين حتى مع السيد العامل. حطينا للطلب لقاء مع السيد العامل الاسد لفتح حوار معنا، فاش واحد يفتح معنا حوار في هذا الاتجاه. ماشي تضرب المصالح، هذه كان مصلحة خاصة ومستهدفة السوق المركزي. هذا هو يعني خاصونا المساكر والتاجير. ونجيبوا تجار اخرين، هذا هو الهدف من هذا التثمين والتأهيل ديال السوق المركزي.